المسالك الصحراوية الوعرة يتنقل يوميا سكان تنزوطين نحو تمنرست، ومعها تتكرر هذه المشاهد. والله الطريق هذا تعبتنا، فيها الأحجار، فيها مبانات، فيها التعب والصبلاج والأحجار مكسرة بزاف، وفيها الأخفاري وفيها الويدان وفيها كل شيء. وانتم واش طالبين انتم؟ نحن طالبين لا يسقموا الطريق. مشكل النقل بطبيعة الحال لأنه غياب الطريق كما على بالكم. أستاذ يجي يعني آلي روتور يعني تحسب له مليون في الطريق. هي معاناة يعيشها سكان تنزوطين منذ سنوات، ولوضع حد لها سيتم الانطلاق قريبا في أشغال إنجاز الطريق الرابط بين تنزوطين وسلت حسب الجهات المعنية. بالنسبة لقطاع الأشغال العمومية قلنا أن ثلاث مشاريع هامة، أهم هذه المشاريع هو الطريق الرابط بين تنزوطين وسلت على مسافة 365 كيلومتر، منها 160 كيلومتر راها قيد الإنجاز، تبقى 207 كيلو تم تقسيمها على خمس مقاولات بمعدل ما يساوي 40 كيلومتر لكل مقاولة، وسوف تنطلق في القريب العاجل إن شاء الله.